صافا لاباس عليكم كي راكم جيسبر تكونوا 5 5 وكل شيء بخير. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نصايب واحد الحاجه حيت الاخر ديال العام هذا وبغينا نديروها في الدار باش نحتفلوا. صافي غادي نصايبوا لو سابان، غادي نصايبوه انصومبل. مي افون سولتوني كيفاش كندير ديك الشوميني في لا تيلي، غادي نوريكم كيفاش. كاينين دو بوسيبيليتي، الا كانت عندك لا تيلي كونيكتي مع الواي فاي كتدخلي اليوتيوب وكديري في لا باغ دو ريشيرش كتكتبي شوميني كطلع لك فيديو فيها 10 ديال السوايع. سينو الا ما كانتش لا تيلي كونيكتي كتكتبيها في البيسي وكتيليشارجي داك الفيديو كديريه في كلي وكتبرونشيه في لا تيلي وابخي كتبقاي تقلبي عليها وتخليها مطلوقه نهار كامل. وساليت صبا، يلا واحد جوج ترى. اي فوالا. الوغ قالوا لي كيف جاكم؟ بون قديتهم بهاد الايباد هادو، كنت شريتهم من اسيما هادو، وهادو هادو راه سو سون دي بونبون كنت خديتهم من بيم. فوالا كيجيو هكايا، وهادو كنت خديتهم من مرجان هي وهادي. فوالا غادي نشعل لكم الضو باش تشوفوه كيفاش كيبان. عرفتو جا زوين، عطا واحد لو شارم خطير بزاف. المهم الناس اللي غادي يقولوا لي لا وحرام وكذا، وانا راه ما محتفلاش بالميري كريسمس، انا محتفله غير براس العام، وهذه بغيت نديرها جوست بور ديكوري الدار وباش ندير واحد لومبيونس عادي، زعما ما تاخذوهاش في داك لو كوتي خايب ديالها. قال لك ما تخرجوش، ما غاديش تحتفلوا، ما تلاقاوش مع لي فامي ديالكم، ما هذا دوكو قلنا نديرو بحال هكا في الدار. سيتو انا جيت غير نهضر معكم دغيا دغيا، حيت هاد السوجي هذا داروا عليه بزاف ديال لي كيسيون على هذا. اولا سي با دو لا بوب، وحق الله العظيم ماشي اشهار ماشي حتى شي حاجه، ولكن سي تروك لي جربتو وصدق واعر وبغيت نبارطاجيه معكم. ودايور فيما كنتلاقى شي بنت سوا في الصالون سوا في اي بلاصه كتسولني كنصحها بهذا. هذا هو التريتمون اللي تبعت على ود شعري باش شعري ما بقاش كيطيح ليا، حيت كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ديال لا تيغويت، كان جاتني واحد لاشوت ديال الشعر، كان ولا شعري كيطيح لي بزاف، كانت لا كاليتي ديال شعري بحال هاد ديغرادات، ما بقاش رطيطب، ما بقاش كيبغي طوالي ولا معصب بوحدو، غير كنقيسو كيطيح لي بزاف. دوكو هذا ان فوليك ولا لاسيب فوليك، هذا ستان تريتمون اللي كيتعطى نورمالمون بوغ لي فام انسانت في لي بروميي موا، وكاين اللي كتبقى تاخذو حتى دوغون ديك لا غروسيس كامله كتبقى تاخذو. هذا ان تريتمون انا خرجاتو ليا الطبيبه، كيتباع هكايا، كاين سوا هكا بحال هكايا، سوا كاين دي بتي ساشي. هذا شنو لو رول ديالو؟ هذا علاش كيتعطى؟ كيتعطى نورمالمون لي مامون باش كيكونوا حاملين، باش كيعاونهم حيتاش الي ايكيفالون ديال لا فيتامين بي 9 اللي كتجدد الخلايا ديالنا، سواء ديال الشعر سواء ديال الظفار سواء ديال لابو، هو احسن منه حيت فيه الحديد بزاف وفيه بزاف ديال لي فيتامين. بون هذا انا كنت خديته على واحد الحاجه وحده اخرى بلا ما ندخل في الديتاي، كانت عطاتو ليا باش خديته. وابخي كان عندي في تريتمون ديال شهر، ابخي شنو لاحظت بلي اون فوا بديتو شعري مابقاش، ما نقولش لكم مابقاش كيطيح، يعني حتى زغبه ما بقاش كطيح، سي با بوسيبل، ما كاينش شي شعر في الدنيا ما كيطيحش، واخا ديري له لي تريتمون اللي ما نعرف شنو اللي درتي له غادي يطيح الشعر، باسكو سي نورمال الشعر يطيح، سي تو تافي نورمال. دوكو انا فاش بديتو لاحظت بلي لا كاليتي ديال الشعر بحال شعري ولا هابط ولا رطيطب، قلت عرفتي شنو غادي ندير، قلت بويسكو غي كومبي ديال لي ميديكالون دوكو ديال لي كومبليمون اليمونتير ما فيها باس، نكمل معاه نشوف شنو غادي هاد. ايفيكتيفمون داكشي اللي درت كملتو تريتمون ديال 7 موا، انا كملته بور 3 موا، خديت دو بواط كيدير شي 100 ايا كيدير 170 درهم كيدير 170 درهم. دوكو خديت دو بواط، يعني التريتمون ديال 3 شهور.
effectivement تبعتو طوب. شوفو ما غاديش نهضر عليه بزاف زعما النصيحه اللي غادي نقول سي كو هذا خطير. هذا لاسيد فوليك ان فوليك هو لاسيد فوليك لي فيه ولكن هو سميتو ان فوليك كومبي خطير بزاف. لونتي شوت ما كيبقاش الشعر كيطيح بزاف كيولي الشعر رطيب اقسم بالله العلي العظيم حتى كيولي الشعر رطيب وكيطوال الشعر حتى ل 4 سنتيم في الشهر. يعني نورمالمون حنايا الواعره فينا كيطوال ليها 2 سنتيم في الشهر حيت واخا يزيد 1 سنتيم اللي كيتزاد مي هذاك كتقدري توصلي به ل 4 سنتيم. وواحد الحاجه واحده اخرى كانت قالتها لي الطبيبه سي كو في الليل بقاو تمشطوا شعركم ولا بقاو ديروا ان تي ماساج بحال هكايا باش كتفافوريزيو ديك لا سيركولاسيون سانغين كوم سا حيت حنا عارفين بلي ملي كتفافوريزي ديك لا سيركولاسيون سانغين كتنشطي دوك الخلايا بحال كيزيدو حتى هما يعاونوا ويخليو الشعر يطوال اكثر. قبل ما كندوش كندير واحد الحاجه ومن نهار بديتها ما بقيتش نحتاج انني نقطع لي بوينت ولا نهضر على لي بوينت ولا نقول احق لي بوينت تقطوالو هي الزبده لا بريري. كناخذ الزبده كندوبها حتى كتذوب مزيان وكتغلى بحال كيحيد منها داك الحليب وكتبقى غير ديك لا ماتيير غريس داك لا غريس ديالها وكنديرو في لي بوينت كنديرو في لي بوينت مزيان. مره كنت كندير الزبده مره كنت كندير ويلد كوكو انا نوريه لكم كنت كندير قلت لكم سوا الزبده سوا هذا انا هذا ما كيخطانيش انا هذا اون فوا كيسالي كنعاود ناخذو راه كاين في جوميا كيتباع في جوميا هويا دابا مع عفشو بعد الريحه اللي فيه اون ديغي شي غاطو د الكوك هذا بيو وخطير بزاف سوا البشره سوا لاسيغ من بعد لاسيغ كنديرو سوا الشعر لي بوينت ماشي لي غاسين كنديرو غير في لي غاسين. قلت لكم سوا هذا سوا الزبده ملي كنعكز على الزبده باش نجبدها وندوبها كندير هذا دغيا دغيا وما كنخليش ديك ساعتين ثلاثه السوايع كندير واحد 20 مينوت ابري كنتخن دوش اوكي كيعطي سي تري افيكاس كيعطي كيعطي ليفي ديالو. وحاجه واحده اخرى حتى هي استعملتها هي هذه هذا جو بونس بزاف كيعرفوا هذا زيت جدايل لتطويل الشعر اهو هذا كنت كنديرو في الغاسين ديالي وكنبقى ماشي كنمصي 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 وكنمشاط وكنمصي 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 وكنمشاط حتى كندير مساج مزيان به حتى كيتخن ليا بزاف فيه ريحه زوينه. انا صراحه ما خديتوش على ود باش يطول ليا شعري باسكو انا واخا زعما هادشي كامل راه ما عزيزش عليا الشعر بزاف راه يلا قطعت منه ومازال زعما كنقدر نقطعه في اي لحظه ما عنديش مشكل صوف كو كانت عندي لا شوت بزاف وانا باش نستوبي ديك لا شوت مي ما بغيتش ناخذ دوك لي شامبوان اونتي شوت حيت عارفه بلي ستان تريتمون ديال 3 موغ ومني غادي نحبس لو تريتمون غادي يرجع ليا داك التساقط الشعر اكثر ما كان عندي قبل ديكو ا ايفيتي دوك لي شامبوان ودوك لي ماسك اونتي شوت داكشي سي ريان كو دو لا بوبليسيتي ديكو قلت اجي نجرب دي تريك لي غادي نديرهم غنستافد منهم. هذا ستان كومبليمون اليمونتير خطير بزاف للشعر والطفار جو نو في با دو لا بوبليسيتي اقسم بالله لا عدم ستار تريتمون لي تعطى ليا ابري لوبيراسيون وبقى لحد الان كناخذو و سي جوست ان كومبليمون اليمونتير يعني لما نفعك ما غادي يضرك سورتو كو انا عندي بروبليم ديال لانيمي يعني هذا فريمون توب. هذا سي بور سي بور لي بوينت ماشي بالضروري تشريوه سوا هو سوا الزبده ديال لابريلي كنت كناخذ دو كويير كندوبها وكنديرها ومازال كنديرها ملي كيبان ليا شعري كنكون قويت عليه بروشينغ صايبتو 3 ولا 4 فوا في لا سيمين كنجي ديك نهار السبت كنخليه زعما يرتاح وكندير له ان بان ديال الزبده وهو هذاك فاعل تارك. وهذا راه خديت هاد القرعه بوحديتها هي اللي واخده ها هي راه قربت تسالي ديجا ما بقى فيها والو. هذا فريمون خطير خطير زوين كيقوي الشعر وكيخليه كنغيطيح كيخلي هاد البيبي هير كيبدا يبان. هذا البنات شنو غادي دير البنات ولا الدراري المهم اللي كيتفرج في الفيديو هذا ملي تاخذوا غادي تاخذوا وحده غتاخذوا حبه وحده هذه بحال هكايا وغادي تحاولوا تحلوها وديروها في شامبوان. هادي قالتها لي الطبيبه قالت لي الا وافق لك شعرك مزيان فوالا شنو ديروا غير حبه وحده في قرعه ديال الشامبوان
وتخلطوه مزيان مخير، حيت ملي كنكونو كندوشو مع لا فابور مع الماء السخون مع كلشي كيكونوا دوك لي بوك كيكونوا محلولين، ديكو اي حاجه نقدروا نديروها كنستافدوا منها ديك الساعه سوغ لو شون، كنستافدوا منها في ديك الدقيقه، ولكن غير حبه وحده في قرعه ديال الشامبوان. والشامبوان ما تبقاوش بحال دابا، كاين اللي كتلقايها عامين وهي كتوصل بنفس بنفس الشامبوان، كيخشي دايره معاه كونفونسيون. بدلي انا اون فوا كي سالي لي الشامبوان كنبدلو، اقسم بالله العظيم شفتو ديك الساف ولا الفيف دزت عليهم كاملين، ما عنديش مشكل، ما كنبقاش لاصقه في شامبوان واحد، اون فوا كي سالي لي الشامبوان كنبدلو وصافي، كندير شامبوان واحد اخر وصافي، وتستمر الحياه، ما وافق ليش شعري اوكي سي بون، غادي نبدل ابري شامبوان. هذا ما كان وواحد الحاجه حتى هي يا شعركم البنات، ما عرفتش واش بحالي تنتموم، انا كنغسلو دو جوغ كيتزيت ليا الشعر، ملي كيتزيت وكتخليه مزيت وكتخليه وكيبدا ياكلك، كنشوف شي بنات كيبدا ياكلهم كدها كيتاكل في عتيه وهو مزيت وكتحكيه وكيطيح ليك وكتخليه وكتخلي الدوش وكديري الشامبوان كتبداي تمشطي، كاين اللي كيبدا دابز مع شعرها ماشي غير كتمشطو، كدا فريمون كيبداو كنشوفهم كيبداو يدابزو مع شعرهم، الوغ كو نو هذا خطا كبير بزاف 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 بزاف. شعر اون فوا يتزيد شنو كيعني؟ كيعني بلي دوك لي بوغ راهم صافي، راهم عمرو بداك ليدام اللي كيطلق الشعر، وعمرو بداك التلوث، وعمرو بداك الوسخ، وعمرو بداك شي كامل، مابقاوش كيتنفسوا، وغير داك الزيت غير ما غادي وكيهبط، يعني داك التلوث وداك الوسخ غير ما غادي وكيهبط. كاينه اللي شعرها كيتزيت لها او كور دو لا سيمين وكتبقى كتقول لا انا خاصني ندوش حتى للحد، سي با نورمال سي با لوجيك، شعرك تزيد شعرك تيدم كيقول لك بلي راه انا موسخ غسليني، ومني تدخلي تغسليه راه ماشي بالضروري داك الفريك المشطه وداك الشامبوان هنا وهنا وهنا، وكاين اللي كيشد الشامبوان وبدا يديرو في لي بوينت، لا الشامبوان راه دار لهنايا، هنا في كينقي راه غير ديك المشطه ملي غداتها ولا غدوزي بيديك دوزي غير بشويه، وراه غتهبط لك داك لو صابون باش يحيد لك داك ليدام كامل غادي يهبط، يعني ماشي بالضروري تفركي شعرك عاد تقولي لا انا مولفه لابونس، نقول لك اوكي ديري له الشامبوان غسليه وابخي ديري له شي ابخي شامبوان ولا شي ديميلا ومشطيه، ولكن غير بشويه، وانت كتمشطيه ها وكتجبديه ومبغيتيش يطيح، قولي لي مبغيتيش يطيح راه غيطيح بلا هواه مسكين. ايوا هذا ما كان، عرفتي اش غادي ندير دابا؟ غادي نوض لالا نصايب واحد لالا مولاتي العشيوة تكون فعلة تاركة، نخليكم معايا خليكم معايا، يلا نوضو نصايبو العشاء ليتس جو. ايوا نصايبو العشاء. هانتوما شوفو شنو درت، خديت جوج ديال السطر ديال الدجاج قطعتهم بحال البغوشيط ياكو، وخديت بيضة درت ليها شوية الملح وخلطتها مزيان، وغناخد هادي قد هكا ديال الدقيق قد هكا، غندير فيه الملحه والبزار وشويه ديال السودانيه ولا بودغ ثومه صافي، وابخي غادي نبقى نهز الطريف من الدجاج ونديرو في الدقيق ونديرو يتقلى، طريف ديال الدجاج ونديرو في الدقيق ونديرو يتقلى، بلا ما نصور لكم هادشي راه ساهل، بيضه طربتها مع شويه ديال الملحه وجوج صدر ديال الدجاج، المهم لا كونتيتي ديال الدجاج على حساب نتوما شحال، انا درت جوج صدر ديال الدجاج طربتو ماشي درتو في داك البيض باش ابخي ملي نهزو اي حاجه نديرها فيه تلصق عليه، وخديت هنايا لا فارين دقيق غندير فيها شويه الملحه شويه الابزار شويه ديال السودانيه ولا بودغ ثومه، وغادي نقليهم في الزيت ونتلاقاو ملي نقليهم في الزيت صافي. الوغ فوالا ملي قليتهم كيجيو على هذا الشكل هذا بحال هكايا، دابا غادي نصايب ليهم لاصوص ديالهم، هانتوما راه كيجيو مقلملين هاي اجي واش بغيتي دابا يلا غير ضرب اجي عثمان اجي نقول لك اجي غير نقول لك راه حبست الفيديو غير اجي واجي شنو؟ بوسني قبل سلمتي عليه
بوين فاصل ونواصل. يلا اجي دغيا. لا ما تنقبش. لا صافي غيسير دابا غيسير. عقل مزيان صافي راني بنت. لا ما بنتيش ولدي هذا ماشي بنتي. المهم انا قليت الدجاج دابا غادي نصايبلو. لا راه باقي الشكلاط ديالك. غادي نصايبلو غادي نصايبلو لا باردي. غادي نصايبلو لاصوص اللي غادي تلفتيني. غادي نصايبلو لاصوص ديالو. هادشي كدير الدراري الصغار. واش انا عندي رويان؟ راه شوها كيحشم بزاف من الكاميرا ما كيبغيش. ما عرفت ملي كيبدا يصور فيديو كيتجي الضحكة وما كيبقاش قادر يصور. دوكو جو لوبليش با صافي جو لو ليس ترانكيل. المهم دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نصايب لاصوص اللي غادي ندير فيها هاد لو بولي ديالي. الو بالنسبة للاصوص عندي هنايا الكيتشوب. قد لا كونتيتي ديال الكيتشوب هي نفسها قدها ديال المايونيز. كيف هنا عندي تقريبا واحد ثلاثه المعالق ولا اربعه هكو. هي نفس هنا يلاه صايبت هاد المايونيز خلاص. ما بارطاجيتهاش معاكم حيتاش دغيا فيها بيضه والملح والابزار وشويه الخل وكاس لارب ديال الزيت. كتبقاو تكبوه تدريجي حتى كتعقد. ومني كتعقد كديروا فيها فرماجه وكتضربوها مزيان. هنايا غادي نزيد هذا فوالا. هاكو غادي نحتاج الحار الهريسه ها هي كتبان لكم. هو كيبغي يكون كتبغي تجي حاره. هذه خاصها ضروري تكون حاره. حتى الا ما كانش كيعجبكم الحار بون ولكن المهم كتجي حاره. ولا صوص هذه ديال الصوجا فوالا. شويه ديال السكينجبير وشويه ديال لا بودغ ديال الثومه. هادي اختياريه. هادي لاصوص الجيريان اختياريه. زعما فوزافي لو شوا بغيتو ديروها ديروها ما بغيتوش ما ديروهاش. صافي دابا غادي نخلط هادشي كامل حتى كيولي لي اورانج. ما كنديرش الملحه حيت كلشي مالح. ولاصوص هادي لاصوص صوجا حتى هي كتكون مالحه. كما كنحتاجش الملح. اي فوالا صافي دابا غادي ناخذ البولي ديالي. هاد لاصوص هادي راه واخا تبقى عندكم ما كتخسرش. غناخذ الدجاج ديالي وغادي نبدا كنخلط فيه مزيان وسط هاد لاصوص حتى يتمارينا ليا كامل بلاصوص. فوالا دو بريفيرونس ما تخلطوه حتى تكونوا صافي. غادي تحطوه غادي تاكلوه باش كومسا كيبقى مقرمش. فوالا تا كيتلبس لي كامل ديك لاصوص. فوالا ودابا غادي نحطو لو بلا اللي غادي نقدمو فيه. دابا غادي نصايب لاصالاد. غادي ندير الخس قطعتو بحال هكايا غسلتو مزيان بالماء والخل وقطعتو. دابا نوا كنتي معايا باز. وهنا غادي ناخد البصله بحال هكايا غنحاول نفرقها مزيان. هنايا سوريمي وهنا طوماط سيريس غنحاول نفرق هاد البصله مزيان. فوالا هنايا عندي اللوبيا الحمراء. ما عرفت فين هي لابواط ديالها. ها هي سوا تشريوها هكا سوا تسلقوها. ماشي بالضروري اللوبيا الحمراء تقدر تكون حتى ديك البيضة. ها هي لابواط ديالها. هي هادي كتجي زوينه في السلطة سورتو مع الخل. غير ملي تحيدوها من لابواط غسلوها مزيان صافي. دابا غادي ندير لهم شويه ديال الخل. هاكو وشويه ديال الابزار وشويه الملحه.
حاضني نتاي لو بزار وشو ما عرفتش واش كتسبعوا كذا ولا وشويه ديال الملحه وغادي نخلط هادشي مزيان كتجي بنينه هادي وفاسيل وغابيل دغيا كتوجد انا قلت لكم فاسيل غابيل وينقص قال لي افيكاس فوالا وغادي نكري شويه الطوست وغادي نديرو من فوق منها عاد غادي ندير ليها المايونيز اي فوالا هذا هو لو بلا ديالي كيجي هكا هانتوما انا غادي نزومي لكم باش نشهيكم مزيان كيجي ماشي بنين كيجي واعر بزاف سورتو فاسيل انك توجدي بحال هكايا وشي حاجه ديالي لا سلاد ها هي ما لقيتش عندي التوست وانا ناخذ غير داك كيكون بحال الباغيت وهو عريض هو اللي خديتو وحمرتو بشويه د الزبده المهم لا سلاد ها هي ولا الدجاج ديالي ها هو يا وبالتالي كتكون العشيوه ديالتي وجدات ايوا هذا سالي دابا نمشيو نتعشاو بغيت غير نقول لكم بلي هذا الدجاج راه فريمون كيجي خاطر خاطر كيجي واعر وكيبان لكم في الحطه بلي راه شي حاجه صعيبه وديك لاصوص كتخيلوها نتوما لا كريم لا كريم فريش ولا شي حاجه الوغ كو سي فاسيل افير ان فري ديليس بغيتكم تجربوه كامل وتكاملين وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاكم لا سلطه ديالتي ها هي حتى هي يا وجدات دغيا دغيا ما فيهاش خلاص حتى معره دغيا دغيا حقا بزاف كيسولوني سورتو في انستغرام انا لي كيسيون كيجوني في انستغرام كتحشموا تكومونتيو ليا في اليوتيوب المهم بزاف كيسولوني على هاد الطبيصلات هادو الا بغيتو زعما الا سي سا فوز انتريس ندير لكم بحال هكا شي فيديو سواء نوريكم بعدا نوريكم لي زاسيات اللي عندي انا في الدار وبشحال واخداهم ندير لكم بحال انا ابديت على هادشي كامل اللي عندي انايا اللي عندي في الدار كل حاجه منين واخداها ونقول لكم حتى لي بري ديالها وسي سا فوز انتريس نقدر ندير لكم حتى دوره في المحل اللي كناخدم داير ماشي محل وحده مره بزاف ولكن المهم الا بغيتو نقدر ندير لكم شي دوره بحال هكا سورتو هادو راه فريمون رخاص راه خديتهم ب 15 درهم اقسم بالله عارفاكم غتصدموا حيتاش اللي كيسولني شحال خديتيهم كنقول له 15 درهم كيتصدم فيهم كاينين شي بلايص زوينين كيكونوا دايرين بروموسيون كيكونوا عندهم دي برودوي زوينين كنبقى نقلب باش كنطيح فيهم المهم كنطيح فيهم سي سا فوز انتريس خليوها لي في لي كومونتير قولوا لي واش تبغيو بحال هكا دي فيديو سورتو حنا العيالات انا عارفه بلي اي امراه كتحماق على المويعنات يا لالا انا في ما نخرج خاصني نخرج شحال هذيك كنت كنخرج نضرب دوره في الحوايج دابا وليت كنخرج نضرب دوره في المواعن فيس كيدخل فيك ملي كتزوجي الوغ فوالا نخليكم دابا على خير السلام عليكم بديت معكم بالنهار وساليت معكم بالليل نهار كامل ما تنساوش تخليو لي امتي لايك الى عجبكم الفيديو اي بيان سور ان كومونتير وتقولوا لي بلي راه عجبكم ولا ما عجبكمش شنو تبغيو تشوفوا اكزاكت شنو لي بلا اللي كنت بارطاجيت معكم في انستغرام وتبغوني نصورهم ليكم باش يبقاو انريجستري فوالا هذا ما كان دوكو جو فو ليس باي باي اي لاف يو